مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقيم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله علي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريد طيني من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم.